جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إن إحدى قريباتها في شهر رمضان عندما ذهبت لتتوضأ رأت أثر العذر الشهري ولا تدري أكان ذلك قبل الأذان أم بعده، هل تنصحونها بصيام ذلك اليوم؟ نعم تقول إن إحدى قريباتها ذهبت لتتوضأ للمغرب في رمضان فرأت أثر العذر الشهري ولا تدري أكان ذلك قبل الأذان أم بعده، هل تنصحونها بصيام ذلك اليوم؟ إن كانت أحست بخروج الدم أو بانتقاله قبل غروب الشمس فإنها تقضي هذا اليوم لأنها لم تكمله وهي طاهر قبل غروب الشمس. قبل غروب الشمس نعم نعم. أما إذا لم تحس بذلك ولم تعلم به إلا بعد أن أفطرت فإن الأصل أن صيامها صحيح، لأنه لم يدل دليل على أن الحيض حصل قبل غروب الشمس. الأصل صحة الصيام. الأصل صحة الصيام. أي نعم، ما لم يدل دليل على انتقاضه بالحيض قبل غروب الشمس. تقول لا تدري هل هو كان قبل الأذان أم بعد الشيخ صادق. قلنا الأصل صحة الصيام إن شاء الله. الأصل صحة الصيام، وإن قضت هذا اليوم من باب الاحتياط نعم فهو أحسن. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.